إذا أهلا وسهلا فيكم من جديد، معكم هلأ بفقرة الحرف اليدوية، أفكار جديدة دائما تقدم لنا إياها في سابا. أهلا في صباح الخير. صباح النور، كيفك أنت؟ الحمد لله. شو أخبارك؟ تمام. أهلا وسهلا. طيب ضرب لي أول مرة بتشوفوا بعض ما بعرف إيش نصير تحت الهواء، بس على الهواء عالم آخر بيكون. طيب على العموم إيش رح تسوي لنا اليوم فيه؟ أوكي، اليوم حكينا كيف بدنا نزين. الحلقة الماضية حكينا إنه بدنا نزين شوي جاكيتات الجينز أو البلايز، فهي طريقة كتير كتير بسيطة لكل اللي طلبوا مني أنا أشياء بسيطة إنه يقدروا يعملوها، إنه ما بدها كتير على الأواعي نغير ستايل، على الأواعي، على البلايز، على حتى الشوز الماش برضو بزبط. حلو، لأنه هدول رح نشوفهم هلأ مع بعض. هدول هن الطبع أو الرسومات اللي بتنكوى كوي على الماش. بالكوي. بالكوي. أوكي. هلأ عم بيجوا هيك ست كامل، في أكتر من شكل، فبنقدر إحنا نجيب ست كامل ونحطه على البلايز، على الكتف، على زي ما قلت لك الشوز، الجزادين، القماش، أي شيء قماش بزبط عليه. هلأ هدول هيك منفوت إحنا على الأسواق بشكل عام، محلات الأواعي منلاقيهم موجودين بالضبط بأغلب محلات الأواعي، يعني منلاقيهم ولا في محلات؟ محلات الأواعي زي ما قلتي في بارتيك بيكون فيه السنسيل والأكسسوارات موجودين هدول، لأنه هلأ أغلبهم بكل محلات عم بيكونوا. أوكي. محلات الأواعي. حلو. معظمهم عم بيبيعوهم. ولا مرة انتبهت لهم أنا، بس رح انتبه لهم. انتبهي الشارك. لأنه في أشكال كمان كتير حلوة، وفي أشياء مع بايات، في أشياء كتير حلوة، بس إحنا رح نزيد للكريستال. وكمان الكريستالات هدول اللي رح نحطهم هلأ اللي هو زي الشوارفسكي برضو رح ينكووا كوي. أوكي. فكتير بسيط. اللي ما إله على هاي القصص كلها، هاي ما بدها فن طبعاً. ولا بدها كتير شغل ولا وقت. رح نحطها على الجاكيت الجينز اللي عندي. هلأ هدول الكريستالات اللي إحنا عم نحكي عنهم برضو موجودين بنفس المحلات؟ محلات الكلف بس. الكلف. أوكي. هلأ حتى محلات الكلف ميس موجود هدول القطع، بس بتكون قطعة بقطعة. أوكي. مش مجموعة هيك كولكشن، بتكون تشتي مثلاً وردة لحال، يعني أشكال مختلفة بس لحال. أوكي. هدول جاي كولكشن كبير وكله لابق مع بعض، فبنقدر نحطهم كلهم على نفس القطعة. تمام. أوكي. يلا ورجي. يلا. هلأ رح أستعمل هاي وأحطها هون، بس نشوف وين نحط. أنا هون حاطة من قبل القلب هذا، وملزقة عليه برضو بالمكواي الشوارفسكي. هلأ بدي ألزق هاي، شوفي قدي بسيط وما رح يأخذ كتير وقت. بس يعني عن جد أنت كنتي عم تحكي تحت الهواء إنه هلأ هاي الموديلات اللي عم نشوفها بيعملوها ديزاينرز ومصممين. صح. وغيره، برضه عم نشوفها بالمحلات، قد يعني بتكون غالية إلى حد غالية ما، خصوصا طبعاً لما يكون في عليها هاي الأشكال طبعاً. بس طلع عليها بتحسيها أنها تقيلة. صح، مزبوط. فالواحد شوي ممكن يدفع عليها بحس أنها تقيلة، بس لا، إنه قد إيه بنقدر نوفر، نجيب إشي سادة ونحط عليه. ونحط. هلأ إحنا الحلقة الماضية برضو عملنا الشوز، لزقنا عليه الورد النافر الـ 3D، فبرضو بنقدر نتفنن إحنا نلزق الورد برضو. أوكي. على جاكيتات الجينز. رح أساعدك أنا بس شوي إنه نفرد في. أنت بتعرف تكوير؟ بس ما بحب تكوير. متأكدة بتعرف تكوير؟ والمين بحب؟ أوكي. هو ما حدا بحب الكوي. اوكي، رح نفرد شوي القميص فيه لو سمحتي، هيك شوي نفرفده عشان نورجي للناس احسن كيف احنا عم نعمله. اوكي. هلا هدول الرسومات عليها غيرها من ورا، فلما يجي الحراره عليها بتلزق. بتلزق على طول. اوكي، حلو. فهيك لزقت هاي. هلا بدي ألزق هاي هون برضو على البنطلونات. على البنطلونات. وأنا بلف لما شريت هدول امبارح شفت حاطين على الجينز ورد هيك على الطرف وعلى القاع برضو. حلو. من هدول برضو بطلع كتير حلو. بدي أحط هاي الآيس كريم كمان هون، بس نستنى شوي تلزق، بس هيك حرارة نستناها تلزق. اوكي. هلا الكريستلز كيف رح تلزقيهم؟ نفس الطريقة. نفس الطريقة كمان. نفس الطريقة. كثير سهل. هلا ما بيتأثروا بالحرارة؟ بالعكس، هو لأنه عليهم برضه لزق من تحت. فأول ما تيجي الحرارة عليهم تيجي على طول. بلزقوا.
بس هلا بدي احكي شغله، اللي بده يغسلهم يغسلهم على ايدهم، لانه طبعا دائما اي شيء فيه ستراس فيه لزق كمان عم نحكي، بس الغسيل يكون على الايد. شوفي كيف تغير شكل جاكيت الجينز بطريقه كتير بسيطه وحلوه. هلا بنقدر نحط هون، نقدر نحط كمان كلفه هون، نتفنن اذا عندنا برشات كمان برضه بنقدر نحط. هلا بنفس الطريقه رح احط بوزع الكريستالات على المنطقه اللي عم بحط عليها. انا حابه احط عند البطيخه كمان، عند البزر الشورافسكي الاسود. هلا هذا اذا احنا ما بدنا نحط الكريستالات برجع لنا، بس هو لانه بنفس بتكوني ضاويه المكواي ونفس الطريقه فبطلع حلو. اوكي رح احطهم هيك اذا مبين عندي، وبس بحط فوق الكريستال بس ما نحرك ايدنا، يعني مره واحده بدنا نحطها. حبيت انا النخله كمان حلوه، بنستعملها؟ بدك نستعملها بنستعملها، بس فيش وسع لها خلاص، اظن بكفي البطيخ والايس كريم كفو. اوكي هي لزقوا. اوكي هلا بدي احط هون. اوكي برضه رح نحط حلو حبيت. اوكي رح احط برضه عند البزر تبع البطيخ، احط نفس الشيء. اوكي هاي حطيت هون، بس هي هاي بدها شوية دقة عشان يطلع شغلنا مرتب صح. وبس نحط المكواي مرة واحدة على الستراس عشان ما يتحركوا كلهم، نحطهم بعدين نحط عليهم المكواي. كثير حبيت البطيخة أنا كتكوتة. هلا بنقدر نجيب تدرجات الوان كمان، فاذا عندنا مثلا القلب نقدر نحط اكثر من لون، مش زي ما انا بس حاطه اللون الاحمر، نقدر نحط درجات مثلا البينك وبعدين نطلع على الاحمر برضه بيطلع حلو. فاحنا بنتفنن حسب طبعا احنا ايش بدنا، وهدول الكريستالات رخاص مش غاليين. اوكي في عنا اسماء مسالمه من رام الله كثير بتسلم عليكي في لك، اشغالك كثير حلوه. هيو هيك طلعت. اوكي غاده عم بتقول برضو انه احنا يعني تعطينا معلومه انه احنا لازم ننتبه لنوع القماش عشان المكواي طبعا، يعني نكون منتبهين كثير لنوع القماش طبعا. هلا اكيد مش رح نحط على حرير هذا الشغل، ليش حطينا على القماش؟ هي أصلاً نحط على القماش اللي بيستحمل الحرارة زي الجينز، زي قماش يعني يكون يستحمل حرارة. أوكي فخلينا هلأ نحط على الآيس كريم عشان أوكي. في مضايقينهم الكم كم القميص بدنا ندخله هذا جوا، يلا ننزله هيك قصدك. اوكي هيك منيح هيك تمام. اوكي هي هون انا رح احط تدرجات الوان الايس كريم اللي عندي. برضه حلو لانه القطعه دائما الستراس
هيك بيعزز الشغله بخليها تبين اكثر بطريقه حلوه. انت جايبه نفس الوان الايس كريم؟ اوكي. بتقلها يعني بتقل القطعه. حلو فيه كثير، ابدعتي اليوم طلقتي. ثانك يو. بتحبي هاي القصص ولا ما بتحبي؟ شوفي حلو يعني هيك بتطلع عليكي حلو، بس اطلع عليكي. ما بتحبي تلبسي هدول؟ لا بحب. طبعا فكرت تحبي هاي القصص انه تعمليها. لا قصدي تلبسي هدول الباتشز. حلو بحب طبعا. اوكي رح احط هون لون ثاني وهيك. اوكي بس بدي احط هلا المكواي. طيب مروة ندى من الجزائر، في كثير بتسلم عليك بتقول لك يعطيك العافيه افكارك حلوه. ثانك يو. شكرا. فرح بابني برضو. اوكي فرح عم تسال انه اذا هدول الكريستالات اللي احنا حاطينهم لما يتعرضوا للحراره ما بيدوبوا؟ لا ما بيدوبوا زي لا. ما حكت في زي ما احنا شايفين هم خصوصي للكوي. اوكي هم عاده بحطوهم على فساتين السهره. صح حلو. ممكن مثلا قبة قميص نتفنن فيها بطريقه حلوه. هي هيك اذا مبين عنا بكون لزق. اوكي خلص هيك. انا بعدين رح اكمل هدول العصير تدرجات برضو الوانه. اوكي للعصير وهيك بكون عنا القميص جاهز. بدي حلو احطه هيك. حبيت. برضو في ناس عم بيسالونا من وين بنقدر نلاقيهم هاي الملصقات اللي احنا حطيناهم. حكينا من محلات الاواعي العاديه بتقدروا تلاقوها. صح. اوكي محلات الاواعي عند قسم الاكسسوار. الاكسسوار. اوكي حلو كثير. يسلموا ايديك. في برضو هاي يعني بتوقع كثير ناس رح يكون في عندهم قمصان جينز او اي قمصان ثانيه بتقدروا هيك تطبقوا نفس الطريقه اللي عملتها فيه. كثير حلوه وبتكونوا على الموضه دائما. صح ستايلش. ستايلش اهم شيء. طيب في يسلموا ايديك. شكرا كثير لك. اهلا وسهلا فيك. شكرا لك. شكرا للمتابعه. ما تنسوا تشتركوا بالقناه لحتى تتابعوا كل شيء جديد.